يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات أسرار مخباية على قناة واتساب ميديا نتورك. تحياتي لكم، أنا اللايف كوتش وفاء اليونس من كاليفورنيا. اسمحوا لي أول شيء أتشكر سبونسرز لحلقة اليوم، كل من العقاري علي بيضون من كيلر ويليام ليجاسي وإديوكير ستودنت سيرفيسز. موضوعنا اليوم عن ثروتنا بالغربة، عن حصادنا، عن أولادنا. كتار منا تغربنا وتعبنا كرمال أولادنا، كرمال نحقق لهم مستقبل أفضل. كتار منا مرق بتجارب صعبة، في منا قدر ينجح وقدر يحصد الزرع اللي هو تعب فيه، وفي منا للأسف فشل، وفي منا يمكن نجح ببعض مع أولاده وفشل مع البعض الآخر. تحديات كبيرة، نكون واقعيين، تربية الأولاد ما لها بشي سهل، فما بالكم بناس عم يربوا أولادهم لحالهم بالغربة، مجتمع غير مجتمع، عادات غير عادات، وخاصة الآن التغيرات اللي عم تنوجد حوالينا. مشان هيك نحن كأهل دائماً بحاجة إنه نفتح هذا الموضوع، نحكي عن المصاعب وعن التحديات اللي بتواجهنا بالغربة لتربية أولادنا. نحن اليوم رح نطرح هذا الموضوع، لكن ما رح نقدر نغطي جميع النقاط، رح نحاول نغطي بعض النقاط يلي الأهالي دائماً بيحبوا يستفسروا عنها وبيحبوا بإنه يناقشوها مع غيرهم، لحتى نقدر نتعلم من غيرنا كيف قدر ينجح، وكمان نتعلم من أخطاء غيرنا لحتى نحن كمان ما نوقع فيها. مشان هيك اليوم رح أطرح بعض النقاط وناقشها معكم ومع ضيوفنا الكرام، وضيوفنا هن أمهات مثلي ومثلك ومثلها، اتغربوا وربوا أولادهم بالغربة وأكيد واجهتهم كتير تحديات، رح نحاول نناقشها مع بعض. اسمحوا لي رحب بضيوفي لليلة، بكل من السيدة نهال العملي من تكساس. يسعد مساكي ست نهال. مساك حبيبتي، يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيكي. والدكتورة سوزانا الحجار من نيو هامشير، يسعد مساكي. يسعد مساكم جميعا، شكرا كثير مدام وفاء على الاستضافة. أهلا وسهلا فيكي. كمان بالسيدة لينا قصير من كاليفورنيا، يسعد مساكي. أهلا وسهلا فيك وفاء والصبايا كمان نهال وسوزان. أهلا وسهلا يا متهلا. طيب بداية خلينا نعرف متابعينا عن حضرتكم. سيدة لينا، ممكن تعرفينا عن حضرتك؟ نعم، اسمي لينا قصير، صار لي 25 سنة بأمريكا، عند أم لصبيتين وولد أعمارهم 22 و21 و14، وأكيد أكيد واجهت كثير من الصعوبات والتحديات. أهلا وسهلا فيكي. ست سوزانا، ممكن تعرفينا عن حضرتك؟ أنا سوزانا حجار، خريج جامعة دمشق كلية الطب البشري، ماجستير صحة عامة من جامعة نيو هامشير، أم لولدين صبيان اثنين 15 و9، كلي بأمريكا 17 سنة. وشكرا كثير مرة ثانية على استضافتي بالحلقة معكم، إلي الشرف. أهلا وسهلا. ست نيهان. مرحبا، أنا نيهان، أم لخمسة، ثلاثة أولاد وصبايا تنتين. أولادي أكبر شيء عندي 23 سنة أحمد، بعدين دان 21، محمد 18، زيد 15، وعندي أصغر شيء ليان اللي هي 13، وبالغربة إلي من 2000 23 سنة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا. بحب بس أذكر متابعينا لو سمحتوا بإنكم تعملوا شير للحلقة وتشاركونا فيها، وكمان اللي بيحب يتصل ممكن تتصلوا على رقم الهاتف 313-455-9779، والرقم واضح عندكم على الشاشة. طيب مثل ما بتعرفون احنا اليوم رح نحكي عن هالتحديات اللي واجهتنا
بتربيتنا لأولادنا بالغربة، وكلكم ما شاء الله عندكم يعني مختلف الأعمار، وعندكم كمان صبيان وعندكم بنات، وأكيد واجهتكم كتير تحديات. أنا عملت استفتاء وطرحت على الستوري عندي بعض من الأسئلة، رح نناقش أنا وياكم نتائج هالاستفتاء. السؤال الأول، برأيك متى تنتهي مسؤولية الأهل لدفع مصاريف أولادهم؟ بعد الشهادة الثانوية ولا بعد التخرج الجامعي؟ بعد الشهادة الثانوية 11%، بعد التخرج الجامعي 89%. شو رأيكم بهي النسبة؟ يعني النسبة الكبيرة بيقولوا لك بس ليتخرج الشاب أو الصبية خلاص الأهل ما عاد مسؤولين. شو رأيك لينا؟ أنتي ما يعني ايه انه استغربت، بس كمان ما استغربت لانه انا على ايامنا، انا على وقتي كنا مش بس من الثانوي اهلنا يقولنا لازم تروحوا تشيلوا مسؤوليتكم. يعني انا بتذكر كنت بلشت اشتغل قبل بالبروفي، كنت بلشت عم بعلم اولاد، بس هلا بهالايام هيدي رح اقول انه مسؤوليتنا تجاه أولادنا ما بتخلص معنوياً. أما أنه بالنسبة للمصاريف، أنا بقول أنه إيه بعد التعليم الجامعي بيكون هالولد كون حاله، بيكون يعني صار له جوانح مثل ما بيقولوا، عنده اختصاصه، قادر بقى. بس طبعاً أنه إذا احتاجنا بوقت من الأيام، نحن رح نكون أنه أكيد بعدنا عم ندعمه، خاصة بأول سنة تاني سنة الشغل. بس مبدئياً أنه أنا بقول أنه إيه بعد الجامعة لازم يتوقف، يعني لازم يحسوا بقى بالمسؤولية الأولاد. طيب دكتورة سوزانا، في ناس بتقول إنه لا، بعد الثانوي أنا لازم أترك ابني أو بنتي يعتمدوا على نفسهم ويشتغلوا، طالما هن بدهم إنه نعاملهم مثل معاملة الأمريكان هون، يبقى عندهم استقلالية، يعني يطلعوا يعيشوا لحالهم، يشقوا طريقهم لحالهم، فطالما هن طلبوا هالشي فخليها الشغلة متكاملة كمان وهن يصرفوا على حالهم. شو رأيك بهذا الكلام؟ أول شيء بالتصويت، أنا صوتت إنه مسؤوليتنا بتخلص بعد ما يخلصوا التعليم الجامعي. هذا لا يعني إنه الولد ما يكون مستقل، بيقدروا يشتغلوا بيقدروا يصرفوا على حالهم، بس بحس إنه لازم يحس عندهم سند وراهم لحتى يقدروا يمشوا بالحياة. كلنا بنعرف إنه بهالبلد بده فترة الطالب لحتى يبلش شغل ويقدر يفتح بيت ويبدأ حياته. فأنا أكيد مع إنه الأهل يساعدوه، ومع فكرة إنه الشخص يشتغل كمان يحس بقيمة العمل وقيمة المصاري والراتب. بس مهم جدا إنه الأهل يكونوا عم يدعموا أولادهم لحتى يبدوا حياتهم، لحتى بس يبلشوا يحطوا رجلهم على أول الطريق. طيب ست نيهال، برأيك نحن يعني مدللين أولادنا زيادة؟ يعني منحب إنه يعني مثل ما حكيت إنه لا نحن منضل نحن كذا. لنفرض لو مثلا ابنك إجا قال لك أنا بعد الثانوية بدي أطلع بدي شق طريقي، وأنا صار عمري 18 سنة بدي أطلع أدرس برا، هل حتقولي له طالما أخذت هالقرار خلص روح لك أنا اعتمد على نفسك وصرف على نفسك، ولا حتدللي وتقولي له لا ممكن تطلع بس منضل منصرف عليك؟ بصراحة لا، أنا مع إنه الولد يبلش شغل من العمر إنه اللي إحنا بنقوله القانوني هو 16، يسمحوا لهم في بداية الشغل. أنا مع إنه الولد يجرب يشتغل جزئي، طبعاً أكيد عشان في شروط ما تأثر على دراسته، يعني هذا أهم إشي إنه طبيعة العمل ما تأثر على دراسة الولد. بس إذا الولد 18 الاستقلالية إني بدي أطلع برات البيت، حابب أكون إلي بيت لحالي، هيك لحالي، أكيد أنا مع إنه إذا أنت أخذ هذا القرار أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول بالكامل عن حياتك برات بيتي. طول ما أنت تحت لساتك بيتي وبدك دعمي أنا أكيد بدعمك، بس إذا قررت الاستقلالية تطلع في بيت لحالك أو في شقة لحالك وأن أنت خلاص يعني مستقل، رح تستقل من كل النواحي،
عقلياً مادياً كل إشي، إلا إذا في يوم أجاني قال لي أنا كتير محتاج مساعدتكم، أكيد بساعد، بس أكيد ما رح أدعمه زي ما هو لساته تحت سقف بيتنا مجرد بس بيدرس ما بيشتغل لأنه مركز على دراسته. فأكيد إنه دعمي رح يكون مش نفس الإشي صراحة. طيب لينا، أحياناً الأولاد حتى بعد ما بيتخرجوا من الجامعة بيبقى عليهم لون وبيبقى عليهم دفعات وفي عليهم كمان فوائد، فبتلاقي في أهالي كمان حتى بعد الجامعة بتحسيهم كمان عم يصرفوا على أولادهم حتى يدعمون. هذا الشيء غلط ولا صح برأيك؟ أكيد لا غلط، لأنه أنا بالنسبة لإلي وقت اللي أنا درستها لبنتي لو قلنا 4 سنين جامعة وأنا كنت متلمة كل شيء يعني بمصاريها تهي تتخرج، وأنه ما تتضايق أنه تصير تقسم بين شغلها وبين علمها، لأنه قد ما كان الشغل والعلم رح يتضارب وقت وان بوينت، ما بظن أنه لأنه أنا مرقت فيها وما قدرت كفي جامعتي بالبلاد لأنه كان وضع أهلي ما بيسمح أنه هن يضلوا داعميني، بس هذا الشيء أثر وما قدرت ركز على جماعتي وعلى هذا. فأنا ما حبيت أعمل أو حط ولادي بهذا الموقف، درستهم 4 سنين. هلأ من بعد ما هي خلصت الجامعة إذا حب هي ترجع تروح تكفي تعمل شيء اختصاص مثلا من نوع تاني، بدها تعمل حتى ماستر، انا قلت لها شرطتها انه اذا هيك مفروض انت تتحملي بقى هالمصاريف، يا اما تاخذي ستودنت لون او انه انت يعني تتحملي كامل المسؤوليه، لانه انا خلص على 4 سنين وما بقى يعني هون بتوقف بقى مسؤوليتي، لانك خاصه اذا الولد حابب يروح بس لانه هو حابب يختبر انه يعيش لحاله، لانه في اولاد عم بيحبوا انه يبان هن بدهم يروحوا يختبروا الاستقلاليه كيف بيعيشوا لحالهم وعلى راسهم. طب اذا انت حابه تاخذي هالقرار من بعد 4 سنين جامعه خدي انت على مسؤوليتك، لانه ما فيك تمنعيها لما صار عمرها البنت 22 سنه او 23 سنه، يعني خلص ما بقى فيك كثير انه مثل هي وقاصر بقى. صحيح. اقرا لكم شويه تعليقات. بتسلام بتقول أوقات الشغل ما بيعود الأولاد بيكمل دراسة، أنا أفضل ما يشتغل، شو رأيكم؟ بس الأولاد يعني بيشوف معه مصاري ما بيعود يفكر بدراسته. كمان سارة بتقول الأولاد هنا لهم يعني اللهم نفسي فقط بدهم منك، وهن ما عندهم استعداد يساعدوك بأي شيء. ونحن العرب بندلل أولادنا كتير ونعطيهم كل شيء جاهز، هذا كله غلط ودمار للأولاد. صحيح. طيب خليني انتقل للسؤال الثاني، هل أنت مع سفر أولادكم الذكور؟ السؤال الثاني، هل أنتم مع سفر أولادكم الذكور للدراسة خارج الولاية؟ 16% قالوا بعد الشهادة الثانوية، 84% قالوا للتخصص الجامعي. بس أنا رح انتقل للسؤال الثالث لأنه بيتبعوا بعض، أنا ميزت بعد يعني سؤالين، واحد للذكور واحد للإناث. السؤال الثالث، هل أنتم مع سفر أولادكم الإناث للدراسة خارج الولاية؟ بعد الشهادة الثانوية 15%، بعد التخصص الجامعي يعني بعد التخرج 85%. بصراحة يعني أنا تفاجأت بأنه الشهادة الثانوية كان للإناث وللذكور نفس الشيء تقريبا، يعني الفارق بسيط. وبالنسبة لبعد التخرج كمان كتير قراب لبعض، يعني كان أول تضغى فكرة أنه لا الشاب ممكن إبعته البنت ما ممكن إبعته، لكن هلأ على حسب الاستفتاء فالاثنين النسبة تقريبا واحدة. دكتورة سوزانا أنت شو رأيك؟ هل مع البنت أو الشاب بعد الشهادة الثانوية بدهم يطلعوا ويروحوا لغير ولاية بهدف الدراسة مو بهدف أشياء تانية، إحنا عم نحكي بهدف الدراسة، هل أنت مع ولا ضد؟
أول شيء شخصياً ما عندي فرق إطلاقاً بين الإناث والذكور، فوجهة نظري صحيح أنا عندي صبيان، بس حتى لو عندي بنات راح أتعامل معهم بنفس الطريقة. أنا مع إنه الولد أو البنت في حال كانت فرصة دراستهم جيدة طلعوا حط لهم هذه الفرصة خارج الولاية، معلش أنا ما عندي مانع. كنا عم نحكي قبل شوية تحت الهواء إنه كثير مهم درجة وعي الولد أو البنت، لأنه في كثير عوامل بتلعب دور. كثير مهم إنه شو مستوى هاي الجامعة اللي هني بدهم، يا هل ترى هاي الجامعة اللي هني كانوا عم يحلموا إنهم يروحوا عليها، هاي الاختصاص اللي هني حابين يدرسوه. طبعا بحبهم لأولادي كثير وبحب إنهم تكون جامعتهم حد البيت، بس في حال كانت الفرصة فرصة حياة بالنسبة لهم، فرصة مستقبلهم، أبدا ما أني ضد. وأكيد بيرجع لوعي الولد حتما، يعني الولد أو البنت، طبعا عم نحكي عن الجهتين. في حال كان الولد ناضج كفاية ليتحمل مسؤولية نفسه وبيعرف الصح من الغلط على مستوى حياته وعمره وأهله كيف ربوه، ما عندي إشكالية إطلاقا إنهم يسافروا بغرض الدراسة خارج الولاية لحتى يكونوا معتمدين على حالهم لحتى يحققوا مستقبلهم. أيوة، معناتها أنت ما، لكن على حسب الشاب أو البنت كيف شخصيتهم. ست أكيد نهال، قولي لي، أنت عندك ما شاء الله بنات وصبيان، وأكيد مرأتي بهي التجربة، شو رأيك فيها؟ تقبلي؟ بصراحة، وأنا حتى تعرضت لموقف، إجتني بنتي قالت لي إنه إذا أنا حابة أسافر على جامعة بفلوريدا، أسافر لدراسة، أكمل دراسة. جاوبتها أكيد في حالة واحدة، إنه التخصص اللي أنت بدك تروحيه على فلوريدا مش موجود في جامعة هون عنا، يعني أجاكي أو أجتك بعثة كاملة مثلا للدراسة ال4 سنين، لأنه إشي لا يعوض، تخصص مش موجود، يعني بروح عليكي مستقبلك، أكيد بوافق إنك تروحي. أو زي ما حكت ست سوزان، بيعتمد على نضج العقل للابن أو البنت. يعني أنت بتقدر تقيمي ابنك هل هو ناضج كفاية ليحمل مسؤولية الغربة في هاي تأكد هي غربة، كمان غربة مع دراسة مع مسؤوليات حياة كاملة، يعني هل هو ناضج ليتحمل مسؤولية الغربة ولا لا. بس أكيد برجع بأيد نفس حكي ست سوزان، إنه تحت ظروف شو التخصص، تحت ظروف هل هذا هو مستقبله، جامعة لا تعوض حلمه، مش موجود عندنا، مش موجود قريب، أكيد بوافق. وما في فرق بين ولد وبنت، نفس الظروف للولد أو البنت رح تطلع لها من جميع الزوايا. ايوه. طيب انا حابه بس اقول لمتابعينا يلي بيحب يتصل وعنده يعني اي اقتراح او تجربه مرقوا فيها بيحبوا يشاركونا، ممكن تتصلوا على الرقم موجود عندكم على الشاشه على 313-455-9779، ويا ريت تساعدونا تعملوا شير للحلقه. ست لينا، في ناس بيقولوا انه طيب خلينا نكون واقعيين، يعني اذا ابني او بنتي صاروا 18 سنة قانونا هون بإمكانهم ياخذوا القرار اللي بدهم اياه، يعني وما بنقدر نمنعهم. انت شو برأيك لو في ام عم تواجه هلا يعني هالمشكلة، ما بعرف اذا انت كمان واجهتيها، انه لما صارت 18 لا انا بدي اطلع وبدي ادرس وهذا مستقبلي وانت حتوقفي بطريقي وانا كذا وانا كذا، يعني حاولت يعني تجمل لك انه الصوره وتحطك بموقف انه انت رح تهدي لها مستقبلها اذا ما سافرت وطلعت درست بعد الثانوي، كيف بيكون ردة فعلك؟ بعد الثانوي هلا مثل ما كمان حكت نهال وزيت الشيء مثل سوزانا، انا رايي انه قبل كل شيء ما في فرق لا بين صبي ولا بنت. اذا في حال تعرضت لا من زيت الشيء من ابني اجى عم بيقول لي زيت الشيء مثل بنتي، زيت يعني رح تكون جوابي زيته مثل ما للبنت، مش رح يتغير. انا كان دائما اقول لهم انه اذا انتم رح تنقوا اختصاص يلي ما بيستدعي انه انتم تسافروا، احسن انكم تضلكم معنا، واوفر كمان لانه بنكون كلنا عم نتشارك انه المصاريف وهيك. بس كمان ما فيك انه اذا مثل ما بقول كانت نهال كمان انه اذا جاي شيء اختصاص كثير مهم، لا انا رح ادعمها اكيد، وانه رح
إلا أنه لا أمبلا أنا رح أتكفل بعد الثانوي أنك تروحي وتتعلمي برا، وكله بدي أنه إلا أنه أنا عندي ثقة فيك وأنت مش رح تغلطي، ومن هالحكي مش رح أجي يعني أكيد وقف لا. والبنت عمرها 18، خاصة إذا شفتي البنت فعلا جدية وفعلا مثلا هي بدها تحقق فعلا، يعني هذا بيرجع كمان لشخصيتها انه بجوز هي فعلا يعني انه هدفها هي بدها تروح، واذا ما رحت لهي الولايه او هذا التخصص فعلا ما حيتحقق حلمها. طيب بالتعليقات سميره بتقول لازم الاهل يضلوا متابعين اولادهم حتى لو معنويا، اولادنا كبار ومنتابعهم مع انهم كفوا تعليمهم وتوظفوا ومنهم مستقلين لوحدهم، بس منحس انه علينا واجب لو من بعيد لبعيد، والحمد لله هم مرضيين. وعم تقول شكرا على البرنامج وشكرا لك وعلى متابعتك. نعم احنا حكينا انه دعم المعنوي ما بيوقف هيدا للاهل. اكيد احنا هلا عم نحكي عن الدعم المادي. الدعم المادي، الدعم المادي مزبوط. طيب السؤال الرابع، برايك هل التربيه الخاطئه للاولاد من قبل اهاليهم تبقى عذراً لهم في المستقبل لتصرفاتهم وسلوكياتهم الخاطئة؟ نعم 45%، لا 55%. في أحياناً أهل مثلاً بيربوا أولادهم بطريقة خاطئة، لما بيكبروا الأولاد بيصير عندهم سلوكيات مرفوضة، بيرجعوا هذا العذر إنه بسبب أهلنا، يعني نحن وعينا على هيك تربية مشان هيك نحن هيك منتصرف. يلي أيدوا هالفكرة إنه إيه هاي بيبقى عذر 45%، يعني نسبة منيحة تقريباً النص. 55% قالوا لا. دكتورة سوزانا شو رأيك؟ أنا برأيي السلوكيات الخاطئة للطفل هي بسبب التربية الخاطئة، بس هي ما أنا عذر إطلاقاً. نحن ببلد في كل الريسورسز والمصادر اللي بيقدر الإنسان يطور ذاته ويطور شخصيته، في عنا لايف كوتشز، في عنا كونسلرز، في عنا أخصائيين بكثير أمور بيقدر الإنسان يشتغل على حاله. نحن إجينا من بلادنا كبار واشتغلنا على حالنا ببلاد مختلفة لحتى طورنا نفسنا، فهي ما أنا عذر للطفل، هي أنا بعتبرها عدم نضوج بشخصية هذا الولد أو البنت. هي سبب أكيد إنه بسبب هاي التربية الخاطئة أو شيء عملوه الأهل، بس إطلاقاً ما نعذر. الريسورسز موجودة ونحن ببلد فيها كل شيء، فالولد بيقدر يعمل أي شيء بدون ما إنه يحط اللوم على أي حدا حواليه. يعني إطلاق تحميل المسؤولية واللوم على غيره بسبب أخطائه لشخص كبير أدلت، يعني لشخص ناضج، ما أنا واردة إطلاقاً. لو طفل صغير بتقولي هذا الطفل بعده صغير، بس إنسان ناضج أدلت أبداً ما أنا واردة إنه يحمل مسؤولية أخطائه لغيره حتى لو كانت تربية أهله. طيب ست نهال، مثلاً ندى عم تقول أكيد التربية الخاطئة لها تأثير كبير على الأولاد، بس يستطيع الأولاد من تغيير حالهم. في رأي تاني بيقولك إنه الطفل وقت بيكون صغير بيعمل كوبي، ولما بيكبر بيعمل بيست. هو عم ياخد من هو صغير يتشرب هاي الأشياء، ولما بيكبر بينفذ نفس الأشياء يلي هو شافه هو صغير. يعني مثلا إذا الأب بيضرب الأم رح يطلع بمستقبل الشاب بيضرب مرته ما بيحترمه، وخدي أمثلة كتير يعني على هذا الشكل. شو رأيك بهذا الكلام؟ لا أنا بصراحة ضد هذا الرأي. لا مش شرط إذا الولد ربي في بيت مثلا على سبيل المثال خلينا نحكي في عنف، خلينا ناخد هاي المثال إنه كان الأب يعنف الأم. على العكس أنا أعتقد الأبناء اللي بيربوا في عائلات فيها عنف بربى معهم نضوج وعاطفة أعلى لزوجات المستقبل وزوجاتهم. بيصيروا أنا ما بدي أطبق اللي كنت أنا نفسياً يؤذيني لما أشوف والدي يعمله على زوجتي. على العكس أنا بحكي بيعتمدش نهائياً على شو
كان في داخل البيت يعتمد على نضوج الطفل، أو هو رح يصير بطل طفل، هو رح يصير كيف تربت شخصية هذا الشاب أو هذا الصبية. إحنا جينا من مجتمع مجتمعنا العربي، يعني جينا من البلاد العربية، متربين هناك ومتشربين هناك. هلا لو أنا بدي أربي أولادي نفس التربية اللي ربتها ستي، أو لسه أمي ها كانت لأنه تعلمت فأخذت شوي، مع اني في أخطاء في تربية أمهاتنا، إن أنا ما نقلت هاي الأخطاء لتربية أبنائي لأنه ما كنت أحبها فما نقلتها لأبنائي. فإحنا النقطة إنه لا، في على العكس إحنا بنقدر ننمي ذاتنا، بنقدر نشوف وين الأخطاء عملوها أهلنا ما نعملها، أو وين عملها مجتمعنا وما نعملها. فأنا كتير بأيد دكتورة سوزان في إنه أبنائنا يعلقوا أخطاهم على طريقة تربيتنا لإلهم. نهائياً أنا ضد بصراحة هاي الفكرة، وإحنا قادرين على تنمية الذات، الوعي. إحنا في ما شاء الله السوشيال ميديا صار الوعي، كل ما تفتحي إشي في دروس توعية، حتى لو كوتش صار الكوتش يكون بلقي مشكلة وبعطيك كيف تتعاملي معها. يعني أنت عندك القدرة لتنمية ذاتك بسهولة بدون مصاري حتى أو تكلفة مادية. زي زمان كان يحتاج تكلفة مادية كتير عالية، هلا ما بحتاجوها. يعني كله موشن. طيب زينب بتقول أنا مربية أولادي الستة نفس التربية، بس كل واحدة إلى شخصية مختلفة، واحدة منهم معذبتني كتير. الله يعينك يا زينب ويقويك، أكيد حتكون أصغر وحدة هي اللي معذبتك. السيد ياسين بيقول للأسف المدارس هنا بتدي تعليم ولكن بتاخذ معها الأخلاق والتربية. طيب يا لينا، في مثلا نسمع شاب مثلا ما له رومانسي، فبيقول لك أنا هيك وعيت بيت أهلي، هيك وعيت أبي بيعامل أمي، ما سمعت مثلا كلام حلو، ما سمعت كذا. هذا برأيك إيه أو لا، عذر إله ولا لا؟ لا، أنا بقول لا، أكيد لا، بالعكس. أنا كمان بقول إنه هلا في شغلة كنت بدي أقول إياها لنهال. هلا نهال، أنت قلت إنه نحن مثلا ناخد شغلات من أهلنا ونحاول إنه نحن نزبطها مع أولادنا، بس مثلا قصة هيدا إنه مثلا نحن بعدنا لهلا عنا إنه مع أولادنا منهددهم ليك إذا ما بتعمل هيك بده يصير هيك. يعني هيدا نحن بعدنا متأثرين فيها، قصة إنه حتى في بعد في ناس بيضربوا أولادهم، يعني إنه هيدا بعدها، إنه بعدها ماشي فيها لقد ما عم نقدر. يعني أكيد نحن حاولنا بدنا نغيرها، بس مرات بطريقة لا واعية، إنه أنت معودة إنه أمي كانت تصرخ عليك وعادي عادي نحن كنا نتقبل. هلأ مثلاً أولادنا ما بيتقبلوا هيدا الشيء إنه نحن نحكي معهم، هيدي ضلت معنا. يعني في إشياء إيه فينا نحن نشتغل على حالنا وهيك، بس مرات اللاوعي، لأنه ما أنا بشبه الولد من هو صغير مثل النبتة، وقت اللي بتكوني أنت عم بتربي هيدي الشجرة لتكبر بدك إنه تهتمي فيها، وهيك إذا ما اهتميتي فيها بتطلع لوقة، فصعبة بس تكبر جلسيها وترجع 100% مثل وقت اللي هي وصغيرة. فأنا بقول إنه لا، في أشياء عم بتضل مرسخة فينا نحنا كأهل، في شغلات حاولنا نغيرها، بس في كتير أشياء ضلينا أخدينا من أهلنا خطأ. مش عم بقول انه اوكي حولنا من هذا، بس ضلت شوي عنا اياها. يعني تعرفي انا بأيدك في ان انت بتقولي في اهل لساتهم بضروا، وانا بأيد 100%. بس هلا فرضا اذا احنا امياتنا كانوا، هلا انا بستخدم يمكن في الفيديوهات تبعونتي كثير الفليب فلوبس البابود، اذا نيجي للواقع، اذا بتيجي للواقع، حتى هديك اليوم اولادي بيقولوا لنا نقلد ماما، واحد منهم مسك الفليب فلوب، لو بقول له بالله عليك امتى ماما اصلا ضربتنا في الفليب فلوب، اصلا عمرها ما استخدمتها، بس أيه. ماما على الفيديوهات طلعت تقلد انه بعض الامهات. يعني مش انا طبعا ما عمريش اكلت لي بابود ولا فليب كلمه يا ما لحقنا الفليب فلوبس والبابود والها
ايه هلا ايه في شغلات انا حاولت احسن فيها، مثلا قصه الرومانسي انه عم تقول كنت وفاء انه لا هذا ما انه سبب. مثلا انا باخذ على حالي، انا مثلا جوزي بيقول انه بيو كان كتير يدخن وهن كانوا كتير ينزعجوا من هالشيء بالبيت، فهو ما طلع مثله مثلا. انه يعني مش ضروري انه على طول الاولاد يتاثروا بالاشياء الغلط اللي الاهل بيعملوها. انا عم بعطي مثل، مش انه عم بقول انه خطا كل واحد حر، بس انه في شغلات عم ناخذها وفي شغلات انه نحن عم نحاول نحسنها. انا مثلا كنت اتضايق من الماما قديش صار معي بالوقت، انه وقت اللي بدي ارجع فيه على البيت اذا انا بتغيب الشمس وبعدني مش بالبيت، يعني تاني مره ما في ظهره، في كان كتير قسوه تركني عيد ميلاد رفيق. أنا ما جربت أعمل هيك بولادي، حطيت مثل إنه حلوة، يعني هيدا الأشياء اللي الواحد فيه حسنها أقول. بس طيب هذا السؤال، هاي النقطة أخذتنا للسؤال اللي بعده، رح أقول السؤال ونناقشه وبعدين نأخذ بريك. فخليني انتقل للسؤال الخامس يلي بيقودنا يعني للموضوع اللي بعده. لو عاد بك الزمن من جديد، هل ستغير طريقتك في تربية أولادك؟ النص بالنص، 50% قالوا نعم، 50% قالوا لا. ست نهال اسمتي السؤال اللي طرحته. لو عاد بك الزمن من جديد، هل ستغير طريقتك في تربية أولادك؟ نعم 50%، لا 50%. ست سوزانا أنت عندك صبيين، يعني في فرق بالعمر بيناتهم، ما هيك؟ قديش في فرق بيناتهم؟ 6 سنين. نحن اللي متعارف عليه انه اول ولد بنجرب فيه كل شيء، اكيد بعدين نتغير مع الثاني مع الثالث مع الرابع، الرابع هو بيربينا. فبين ابنك الاول والثاني في اشياء زعت فيك الزمن بتغيريها أو غيرتيها؟ مثل شو؟ هلا بين الولدين أكيد في تغيير، في سبب رئيسي إنه أنا كبرت، فأنا صرت أكثر بعرف عن ذاتي وعن نفسي وعن كيف بدي أتعامل مع الأولاد، غير الطفل الأول اللي مثل ما حكيتي حضرتك نحن عم نتعلم فيه. تفاصيل صغيرة ما بتذكرها، هي تفاصيل يومية للتغييرات، ما كانت شيء جذري. يعني طبعا المبادئ الأساسية للأسرة ومبادئ التربية الأساسية من الاحترام والصدق والأمانة وحفظ اللسان والأمور الأساسية بالأسرة هي ذاتها. بس كيف تعاملت مع الولدين؟ أكيد مختلفين. أول شيء هني مختلفين، كل ولد شكل، يعني تعاملي مع الكبير غير تعاملي مع الصغير بسبب شخصياتهم. وثاني سبب هي المعرفة، لما يكون الإنسان مرق بتجربي ف ما عاد عنده عذر، ما عاد عنده عذر انه ما يتعلم من هذه التجربه. برجع بعيد طريق تربيته لاولادي، لا لسبب ما بحب اني لوم حالي على شيء عملته بهذاك الوقت، مثل ما نقولها بالانجليزي the best that I knew back then، هذا كان احسن شيء انا بعرفه بهذاك العمر، فانا قدمت احسن ما عندي. اني غير ما بتوقع بغير، لأنه بشكل عام يعني بعتبر حالي أم متوازنة، ما كان عندي كثير أشياء يا لطيف شو خطيرة بتربية الأطفال. يا ريت عفوا متابعينا يا ريت تكتبوا لنا إذا أنتوا في شيء مثلا بتقولوا لو بيرجع فينا الزمن بغير هاي الطريقة. هلأ مثلا في عندي ندى بتقول أنا حتى لو بيرجع الزمن مستحيل أغير طريقة تربيتي لأولادي. ياسين بيقول لو عاد الزمن ما أحضرتهم هنا أبداً، ما كان جابهم على أمريكا. زينب بتقول بس عن جد أول بنت والتانية أحسن ترباية، بس بالآخر منزهق وبيدوب قلبنا لأنهم هن اللي بيربونا وخاصة بهالبلد. ست نهال اللي في شيء إذا عاد فيك الزمن بتغيري ليلي إيه أو لا، وإذا إيه ليلي مثل شو مثال؟ بصراحة لا ما بغير شيء، ما بغير. الحمد لله أنا راضية جدا عن كيف أولادي الحمد لله رب العالمين كيف طلعوا هلأ. يعني أنا هلأ شايفة نتائج تربيتي، يعني هلأ أنا أصغر شيء عندي 13 وأكبر شيء 23، فأنا هلأ شايفة ثمار تربيتي فالحمد لله. لا أعتقد زي ما حكت سوزان، أنا بأيد
إحنا قدمنا في وقتها أجمل ما نملك وأجمل ما بنعرف وأجمل شيء في تعليم. يعني أوكي صح نتعلم كل يوم إشي جديد، بس مباشرة بنطبق الأجمل في داخلنا على أولادنا. فلا أعتقد إني بصراحة بغير، وين أنا بكون أنا. لينا اللي لي في شيء لو عاد فيكي زمان بتغيري، وإذا إيش هو؟ هلا أنا هذا السؤال طرحته على بناتي لأنه أنا نفس إنه شخصياً مش مبسوطة على اللي عملته، بس كمان إحنا هون بدنا ناخد رأي أولادنا كمان مرات، إنه إذا في إشياء أنتم مثلاً كنتوا بتحبوا تشوفوها بالماما غير عن اللي إنه أنا ربيتهم عليه. فكان مثلاً جواب بنتي الكبيرة كان إنه قالت لي إنه يا ريت ما كنت كتير تخوفينا من الأشياء، إنه مثلاً عنا نحن الأهل كتير بنخوف أولادنا، لا أوعى ما تركدي بتوقعي أوعى كذا. قالت لي هيدا الشغل كنت كتير يعني كتير أوفر بروتكتف، يعني إنه ما كان بدها هيدا الشيء يكون هالقد عندي كتير. زيت الشيء مثلا جيلين بتقلي انه مثلا ما كان عندك صبر كتير، انه كنت من النوع اللي ما عندك كتير صبر انه دغري بسرعة. لينا هلا انت عندك صبر لابنك الصغير؟ ايه لانه على وقت هون انا كنت اصغر، وقت جينيفر خلقت كنت انا عمري بعد 25 بس، وجيلين كنت 28، ووقت اللي اجا الصبر كنت 35. شوفي قد ايه في فرق. فحسيت حالي وقتك اجا ابني مش لانه هو صبي، لانه هن الناس رح يقولوا يي لا لانه صبي، لا مش لانه صبي، لانه انا كنت اواز انجوينج هلا بهيدا العمر انه كون ام. بس وقت اللي كنت بعدني بالعشرينات early 20 ما كنت كتير انجوينج، كنت حابه بس كنت حاسه حالي انه مثل كانه ملزمه بانه اقوم بواجباتي، ما كنت حاسه بالامور صراحه. يعني مثل ما حكوا مثل ما حكوا نحن هذا اللي عرفناه بوقتها، هذا نحن قدمنا احسن شيء، هي هي معلوماتنا وربينا عليه. خليني قبل ما اطلع بريك بس اقرا كم تعليق. ساره بتقول لو عاد الزمن ما جبت الا اول بنت. زينب بتقول انا عم بربي اجيال لاني معلمه مدرسه، والاهل دائما بيشكروني كيف عم اتعامل وربي اولادهم. هنادي بتقول تربايه صعبه بالغربه، وخاصه اذا كنتي لوحدك بلا أهل أو قرايب، التعب النفسي والجسدي كبير. حبيبة بتقول التربية صعبة هنا، بس الأهل إذا علموهم على شغلات منها شيء الممنوع مثلا تأخر إلى آخر الليل خارج البيت، وكذلك في العلاقات الغير صحيحة مع الأصدقاء وخصوصا الغير خلوقين. زينب كمان بتقول بنتي الكبيرة 22 سنة بتضل تقلي والله كان معك حق بكل شيء. الأولاد لما بتربايتهم شيء وبيشوفوا أولاد تانية ماشيين على حل شعرهم بيقولوا إنه أنا على خطأ. إيمان بتقول أنا في شغلات بتمنى لو غيرتها إني كنت أفرض رأيي عليهم بشغلات ما كنت ناقشهم كتير، بدي إياهم يسمعوا كلامي بدون نقاش لأني بكون مستعجلة. وأنا بتشكرك يا إيمان إنك كتبتي هذا التعليق، يمكن في أم هلأ تكون جديدة تسمع كلامك تسمع الغلط. نحن هذا الهدف، نتعلم من أخطائنا، كلياتنا بشر كلياتنا بنغلط، أنا وإنتي وكلياتنا بنغلط، نتعلم من أخطاء غيرنا بشان إن شاء الله نوصل أولادنا لبر الأمان. خلونا ناخد بريك ونرجع منتابع الحلقة. متابعينا رجعوا بعد البريك لا تهرب. خايفين على أولادكم ومش عارفين كيف تساعدوهن؟ وقتكم ضيق وما عندكم وقت تدرسوهن؟ الامتحانات قربت وحابينهم يكونوا من المتفوقين؟ ما إلكن إلا EduCare Student Services، حلقات تدريس خاصة وضمن مجموعات، دورات متخصصة بالSAT، ACT والAP، بالإضافة إلى الNWEA ودروس خاصة باللغة العربية. شو ناطرين؟ اتصلوا هلأ واحجزوا محلاتكن. هاتف 313-566-3733، العنوان 4929 Schaefer Road Dearborn. ورجعنا سوا لبرنامج أسرار مخباية مع ضيوفنا الكرام. موضوعنا اليوم عن صعوبة تربية أولادنا بالغربة. بتمنى من متابعينا بإنكم تعملوا شير للحلقة، بتمنى كمان يلي بيحب إنه يتصل فينا على رقم الهاتف اللي حيظهر عندكم على الشاشة. بإمكانكم كمان تتواصلوا معنا على الفيسبوك، وهي رقم الهاتف سيد حسين حطه على الشاشة 313-455-9779، وشاركونا كمان بالتعليقات على الفيسبوك.
طيب رح نرجع هلأ للأسئلة، وصلنا للسؤال السادس. السؤال السادس بيقول: هل عقوق الوالدين الذي نراه اليوم هو بسبب تربيتنا الغلط 27%، تغير القيم 73%؟ شو رأيكم؟ كتير بتسمعوا من الأهالي، أكيد تكونوا قاعدين بسهرة بتسمعوا، أو يمكن أنتوا كمان بتشعروها، إنه ما بنحس ولادنا فيها الحنية مثل ما نحن مثلاً عندنا الحنية على أهلنا. مع العلم مثل ما قلتوا في أشياء يمكن كانت غلط بتربية أهالينا إلنا، بجوز في ناس انضربت، بجوز في ناس انحرمت، بجوز في ناس يعني تعنفت، لكن لما كبروا بتلاقي في حنية، في هالود بين الأولاد والأهل. لكن هذا الجيل على الرغم من أنه عم نقدم كل شيء، لكن ما بتحسوا في هذا الود. ممكن يكون يعني أي كيفك كذا، تليفون على السريع، تكست مسج كذا، بس ما في هالود هالحنية. شو برأيكم السبب؟ هلأ قالوا التربية الغلط 27%، يعني الأهل قاموا عن نفسهم عاتق هالعقوق هاي، إنه هن مالهم سبب فيها، وإنما هو تغير القيم. شو رأيك يا ست نيهان؟ حاستك عندك كلام؟ والله أنا كتير هذا الموضوع بيهمني، وكتير حتى بناقشه على اللايف مع الناس. إحنا منقدرش نيجي نرفع أصبعنا ونقول لابننا أنت عاق، بصراحة إحنا ما بنقدر، لأنه في عنا شغلة اسمها إنه أعينوا أبناءكم على بركم. يعني كيف نعاون بلادنا على برنا؟ كيف؟ هلأ إذا أنا طول يومي من وقت ما خلق وأنا أضرب وأصرخ وأهدد وعمري ما حضنته، عمري ما بسته، عمري ما غطيته، عمري ما قعدت جنبه يعني قرأت له قصة، عمري ما جيت قلت له كيف كان يومك وقعدت أسمع له، لو حتى بيحكي شغلات أنا مش فاهمة نصها، عمري ما أعطيته الوقت الكافي اللي هو إحنا بنقول له الوقت الكواليتي تايم، هذا يعني عمري ما أعطيته هذا الوقت لابني. وبكره بكبر ابني بصير عمره 18 سنة، بيطلع بقول لي أنا قررت أستقر لحالي برا، ويدوب مرة بالأسبوع برفع علي التلفون وبدي أجي ألومه لابني. معناتها أنت معناتها مع جماعة إنه تربيتنا الغلط. بالضبط. 27 أنت شو زرعتي حب ابنك بكره بس يكبر رح يعطيك إياه. طيب دكتورة سوزانا، في ناس بيقولوا لا، نحن قدمنا لأولادنا، نحن عطيناهم، نحن عطيناهم الحب والحنان وعطيناهم كل شيء بنقدر عليه، لكن لما كبروا ما عم نلاقي. يعني نحن عم نحكي على الجيل هلأ، هون نحن عم نحكي بأمريكا، لأن هذا الجيل ما عم نلاقي عم يردونا نفس الشيء من ناحية الحب والحنان نحن متوقعينه من أولادنا. في ناس بتقلك لا، مو نحن، مو التربية الغلط، هو تغير القيم يلي جاوبوا 73%. شو رأيك؟ أنا أول شيء مع المدام نهال بشكل كامل 100%. نحن المسؤولين، القيم الجيدة هي ذاتها بكل الأوقات والأزمنة، ما رح تتغير، رح يتغير المجتمع اللي حوالينا متطلباته، بس القيم هي ذاتها، القيم الجيدة موجودة والقيم السيئة موجودة، والصح صح، ما بتقدري إنك تغطيه بأي شيء، الصح واضح. نحن شو منزرع نحصد، هاي شغلة مفروغ منها. أكثر ما بتعطي ابنك محبة وبتعطيه استيعاب وبتعطيه وقت وبتعطيه اهتمام، بيقولولك it's about the quality time. هلق حتى الأمات اللي بيكونوا full time عم يشتغلوا، لما بدك تقعدي مع ابنك ساعة عطيه إياها الساعة كاملة، لأنك تكوني عم تعطيه الشيء النوع، مش أنه تقعدي 4-5 ساعات ولا 10 ساعات وأنت ما سمعتيش وحكاتي. كل شيء بتزرعيه هلأ بتحصديه بعدين. أما فكرة إنه أولادنا ما عاد يسألوا عنا، أول شيء أولادنا جنبنا، حتى لو داخل أمريكا هي جنبنا، هني ما سافروا وعاشوا يعني خلينا نسميها شوية الوجع اللي نحن عشناه وبعدنا عن أهلنا. ثاني شيء فكرة إنه أنا عملت لهم وسويت لهم، هذا واجبنا. أنا كأم جبت أولادي على الحياة، واجبي إني قدم لهم هالشيء اللي عم قدم لهم إياه.
ماني طالبه منهم يحبوني ويحترموني فقط لاني امهم. انا بحكي لهم هالحكي لاولادي، قل لهم اذا بدي اطلب منكم الاحترام والمحبه لاني شخص جدير بالاحترام والمحبه، مش لاني ام. انا واجبي جبتكم على الحياه، اي شيء عم تقدموا ليش لعايرهم فيه؟ يعني ليش انه عملت لكم وسويت لكم؟ لا لا، نحن عم نقدم واجبنا، هذا واجب. طيب خليني بس انتقل لست لينا، اعذروني بس بشان الوقت. ست لينا، طيب عم يقولوا هون بالتعليقات سيد ياسين عم يقول نحن بنعطي اولادنا اكثر بكثير مما اخذنا من اهالينا، هذا الجيل مختلف واخذ طبع هنا. كمان ميسم بتقول كل هذا الكلام اللي تتكلم به السيدة نهال عملنا، بس المجتمع اللي عايشين فيه أثر عليهم كتير، يعني تغير القيم. انت شو رأيك يا لينا؟ يعني هلأ في وجهتين نظر، في اللي عم يقولوا لا ما دخل الأهل، وفي عم يقولوا لا تغير القيم. انت شو رأيك؟ ايه هلأ أنا كمان بقول انه في هيك وفي هيك، في انه كمان تغير القيم، لانه هلا بهالايام بتلاقي انه هلا بنحكي نحن مثلا شو بدنا باولادنا، نحن هلا كاهلنا مثلا انه عم نقدر مثلا كثير انه نعطيهم عقد ما هن عطيونا مثلا، انه ليش؟ لانه الظروف تغيرت، يعني كمان انه بحكم كمان نحن كل واحد ببلد. بس انا بقول انه اكيد الـ مثل ما قالوا انه ايه مزبوط التربيه، لانه هلا انا قد ما بعطي الولد عاطفه عقد ما هو بس يكبر بده يعطيني يرد لي هيدا العاطفه. مش معقول اليوم انا اكون عم ربي ولد من دون عاطفه وهيدا ويطلع هو معي قلبه حجر، انه ما هي انه بتأثر بلا التربية. يمكن الدور نحن لينا، يمكن نحن بنتوقع من أولادنا يعني too much، يعني أكثر ما المفروض مثلا يعطونا إياه. يمكن نحن بنتوقع بعدين إنه المفروض مثلا يعمل هيك، المفروض يركض ركيد، المفروض يتصل مثلا يخبرني. هل برأيك نحن بنتوقع يعني بنحملهم فوق طاقتهم، ولما هن ما بيقدروا يساووا هالشيء نحن ساعتها بنحس إنه في عقوق او يحوان التعبي او كذا؟ لا مفروض هالشي، بس افضل انه نحن نزرع هيدي الاشياء بالولد من هو وصغير. يعني نحن مثلا انا حتى مريت على الاخوه بين بعضها، قديش بتشوفي هلا في شرخ بين الاخوه بالعيال. انا بقول انه الام في عندها دور هون قوي، مثلا تضلها دائما تزرع انه لو تخنقت انت مع خيك او لو تخنقتي مع اختك جربي يا ماما لاقي طريقه تضلكم على وفاق، ترجعوا تحكوا، ترجعوا تتفقوا، اوعكم بحياتكم شيء يفرقكم، لا المصاري ولا شيء، حبوا بعض. هيدي المسؤوليه نحن الاهل، نحن اللي بدنا يعني نعلمهم اياها. طيب زينب بتقول المجتمع والمدرسة والرفقة بيغيروا قيم الأولاد، وخاصة إنه الأولاد بيمضوا وقت أطول بالمدرسة من البيت، بيتعلموا العادات السيئة وليست العادات الجيدة. نهال أنتي مو موافقة هيك على هالحكي؟ بصراحة أنا حكيت بالأول التأثير من المدرسة بيعتمد على شخصية الطفل. يعني إذا الولد طبيعته هو ليدر قائدي، طبيعته قوية، مش بسهولة بيتأثر بالناس اللي حواليه وبالعادات السيئة، مش بسهولة. بس في أطفال تانيين بسهولة جدا التأثير الخارجي بيجعله، لأنه طبيعة هذا الطفل هو مش قائدي مش ليدر، هو طبيعته من الفولورز التابعين اللي بيمشي وراء أي حدا أو بأثروا عليه. يعني بعرف شو شخصيتهم اللي بحس انه هو مش محبوب كثيرا، او من الاشخاص اللي بحبوا ياخذوا الانتباه، يعني بحبوا يلفتوا الانتباه، فلما حدا بياخذوا في مجموعته بحس لازم ارضيهم، فبتاثر بعادات هذا الشخص بجوب. مظبوط كلامك، شغلات سلبيه عشان ارضيهم وابسطهم اعمل إشي سلبي، مع انه بيئه بيتي بيئه جيده، عرفتي؟ فحسب شخصية الطفل، يعني ما بقدر عمم بصراحة. مشان هيك في مثل شو بيقول لك، الله خلق أخين ما خلق طبعين، بجوز بنفس البيت نفسه تلاقي ولد هيك ولد هيك. طيب خلوني انتقل على السؤال السابع. بصراحة هل تعتبر نفسك قد خسرت أولادك في الغربة؟ نعم 19%، لا
81%. طيب الحمد لله نسبة كبيرة، قالوا لا. والنسبة القليلة قالوا 19%. الحمد لله، يعني هذا مؤشر جيد. رح انتقل للسؤال اللي بعده لأنه الوقت عم يداهمني. السؤال الثامن لليوم، الثامن، برأيك من تربيتهم أصعب في الغربة، البنات ولا الاثنين معا؟ البنات 7%، الاثنين معا 93%. بس قولوا لي ايه او لا، بتوافقوا انتوا هاي النتيجة؟ هل الاثنين معا تربيتهم صعبة بهالبلد؟ نعم انا بوافق. نعم. طيب ياسين، ياسين بيقول البنات. ندى بتقول اثنين معا. شاركونا متابعينا، اكتبوا لنا بالله بالتعليقات انتوا شو رايكم الاثنين سوا. طيب ليش مثلا البنات؟ سيد ياسين اذا بتحب تتصل فينا وتقلنا ليش برايك البنات اكثر. ما هو هلا للاسف يعني البنات والصبيان عم ياخذوا الخبرات، البنات والصبيان عصابه اكثر بهالايام. والله طيب نفس الشيء، اثنين نفس الشيء. انت نهال عندك من النوعين، شو لقيتي الاثنين صعبين؟ انا عندي من النوعين واعمارهم كثير قريبه، يعني دانا تقريبا 22 احمد 23. يعني تربيه الاثنين صعبه في الغربه، اولاد وبنات، وبنرجع وبنقول تربيه دانا اللي هي عمرها تقريبا 22 مختلفه تماما عن تربيه ليان اللي عمرها 13. يعني التعامل مع ليان غير عن طريق تعاملي مع دانا، والتنتين بالغربة والتنين نفس البيئة وكل إشي، بس أسلوب تاني، أسلوب مختلف، خوف مختلف. صباح بتقول اثنين، إيمان بتقول اثنين، حيفاء بتقول اثنين، مار بيقولوا نو، ما بيقولوا شيء. كتبوا اسم. طيب وفاء بالغربة أو مش بالغربة، تربية الأولاد صعبة وين ما كان. طيب السؤال التاسع، إذا قارنا تربية أولادنا بين الدول العربية اللي عم تحكي والدول الأجنبية، أيهما أصعب؟ قالوا بالدول العربية 33% أصعب، لكن بالأجنبية 67% قالوا هي الأصعب. طيب أنا سؤال هلأ هون بدي أطرحه عليكم. في إحدى التعليقات ذكرت إنه كتير صعبة هون التربية، وخاصة إنه نحن لما بنكون لحالنا ما معنا أهل. حدا منكم عندهم أهل هون بالغربة؟ نهال عندك أهل؟ لا. لينا؟ عندي أهل بس ما يعني ما منهم قراب مني، يعني بعاد عني ساعة. أيوة. لينا لا تحكي غربة معناته ساعة. ايه لا بس انه يعني مين بده يروح يسوق ساعة انه يعني ما بعرف، كلهم بالاشغال يعني ما بتساعد. طيب دكتورة سوزانة عندك اهل هون؟ لا ما في. طيب بدي اقول لك شغله، اصغر مني بس كاهل يعني بابا وماما لا، ولا خالات ولا عمات. طيب لينا في ناس مثلا بتقول لك انه حتى لو كانوا بعاد عنك، بس مثلا نفرض لنفرض انه عندك، لنفرض اختك مثلا وعندك بنات اختك، لما انت بتقولي لبنتك مثلا ما فيها المشوار او ما فيها اللبس او ما فيها الشيء، وبتيجي بتشوف بنت خالتها نفس المبدا نفس الشيء، حيكون اسهل عليك، عم تشوف انه المحيط اللي فيها نفس الشيء. بينما بتكوني لحالك انت بتبقي عم تجهدي لحالك وعم تحاولي توصلي مبادئك افكارك، طبعا حواليك المجتمع والمدرسة وكل هالأمور هي مثلا ضدك مو معك. فهذا ما تصوري بيكون أصعب لما ما بيكون في أهل حتى لو كانوا مثلا بعاد؟ لا هلا إذا بنت أختي، إذا أختي مربية بنتها على المبادئ مثلنا إنه إيه أوكي بتساعد، بس مثلا كيف تضمني أنت إنه بنت أختك مثلا مربيتها أمها على نفس أنت المبادئ؟ فهون لا، you can't trust. أنا برأيي لا ما دخل هيدا. أنا ليش بدي، أنا دايما أصلا بقول لهم إنه ما لازم تقارنوا حياتكم بحدا، يعني حتى وقت اللي كانوا هون بناتي ويقولوا لي رفيقتي هيدا إنه مثلا إما خلتها تعمل هيك، إلا إيه طيب هي تصطفل، هي حرة، هي إما يمكن كانت هيك تعمل، إما كانت تسمح لها،
بس مش معناتها انه نحن لازم نقلد رفيقتك، يعني قلت له هن عندهم غير معتقدات، يمكن نحن معتقداتنا غير عن معتقداتهم، بس مش يعني اللي هي عم تعمله غلط ولا انت اللي عم تعملي انه امين صح ولا اللي انت عم تعملي غلط. انه طيب اسمحوا لي هلا بس معي دقيقه دقيقتين بس يقول السؤالين اللي بقيوا. السؤال العاشر، بصراحه كيف ينظر اولادكم لكم؟ هل أنتم بنظرهم أهل ديمقراطيين ولا متسلطين؟ ديمقراطيين 60%، متسلطين 40%. شو يعني هال؟ أنت متسلطة برأي أولادك ولا ديمقراطية؟ أنا بعتبروني open minded، يعني كتير ديمقراطية. لينا سألت أولادك سؤال، سألتهم قالوا لي بالنص، يعني لا انه متسلطين ولا انه ديمقراطية all the way، انه في مثل انه بالنص. ايوه دكتورة سوزانة. وانا كمان مثل مدام لينا سألت ابني شو رأيه بالموضوع، قال لي انتي in between و it's about the subject، يعني حسب الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه فyou are in between، حتى منشان هيك ما جاوبت على هذا السؤال لانه ما عرفت شو رح جاوب عليه. طيب إيمان بتقول إنه يعني معقول كتير إنه يعني إنه إن بتوين الحمد لله أحسن ما نطلع الحمد لله. إيمان بتقول ديمقراطية، ديمقراطية يا إيمان وجهة نظرك ولا أولادك قالوا لك أنت ديمقراطية؟ نحن بدنا نعرف الأولاد شو رأيهم. في تعليق، الجيل ده كله مضروب بسبب التيك توك والسوشيال ميديا، طبعا مأثرة عليهم كتير. نحن قلنا اليوم بس يعني عم نحكي بعض النقاط، ممكن للنقطة الأخيرة يلي كتير كتير الأهالي دائماً بيسألوا وبيحبوا يسمعوا آراء غيرهم. هل أنتم، السؤال الحادي عشر والأخير لليوم، هل أنتم مع التعليم المنزلي مع الهوم سكولينج؟ نعم 17%، لا 83%، نسبة كبيرة مالهم معهم. بس بدي منكم جواب إيه أو لا كل وحدة، وإذا لا ليش. خليني بلش دكتورة سوزانا. ما ولد ليش؟ لانه بكون عم بعزل اولادي عن المجتمع الحقيقي وراح اعرضهم لصدمه بس يطلعوا من هاي من هالقوقعه اللي حطيتهم فيها. ست لينا ما ولد؟ لا انا اكيد ضد، لانه ما فينا نضلنا نحن شلترينج اولادنا فور ايفر، لازم يتعرضوا للشغلات كمان لحتى يعرفوا يتصرفوا. لا انا ضد. لا نهال، أنا مش رح أقول ضد ولا مع، لأنه طول عمري كنت ضد إلى عند السنة هاي ما قررت أطلع ليان من المدرسة في بعد شهرين، يعني كانت لها شهرين بالمدرسة واضطريت أخذها هوم سكول، لأنه السكول زون تبع المدرسة حسيت أنه صار كتير سيء لدرجة أنه تأثيره أسوأ، هل تكون هوم سكول ولا تضل بالمدرسة؟ فلما تعمل الدراسة هون برجع بقول حسب الظروف اللي أنت فيها، فأنت لما تختاري أقل الضررين كان الأقل الضررين إنها لهاي السنة تكملها بالبيت، لبينما السنة الجاي إنه ألاقي لها سكول زون كتير أنظف وأحسن من هذا السكول زون اللي هي فيه. فأنا برجع بقول حسب الظرف، الأهل بيقدروا حسب شو ابنك في هذيك اللحظة. أكيد وفاء، أنا بقول بالفانديميك ما إحنا تعلمنا شو يعني الهوم سكولينج، ولادنا كتير تأثروا بالعلم بالبيت. ابنه ما عاد يعرف يحكي مع حدا لأنه قعد فترة بالبيت سنتين ثلاثة. لا أنا بفضل أنهم يطلعوا إذا كانوا بالجو المناسب. بالضبط أنا هيك بقلت. طيب أنا بحب أتشكركم بنهاية اللقاء لليوم، نورتونا بالحلقة. رح أعطيكم يعني ثانية كل واحدة فيكم تختم لقاءنا لليوم. دكتورة سوزانا، شكرا كثير على الاستضافة مدام وفاء، كانت الحلقة كثير ممتعة، تشرفت بمعرفتكم صبايا، وإن شاء الله أنه نلتقي بعد بحلقات ثانية كمان بمواضيع ثانية. أهلا وسهلا. ست لينا، أنا كمان بدي أتشكرك، كثير حلوة هالحلقة كانت ومفيدة لكتار، وقد ما فينا رح نعمل لها شيرينج. وكمان بدي أعطي بس نصيحة سريعة للأهالي، ما كتير تشدوا على أولادكم بطريقة أنه كتير تخنقوهم، لأنه هيدا الشيء بدو يعملهم بعدين ردة فعل عكسية، دي جانا ريبال، يعني بدهم يرجعوا ينتقبوا بطريقة من الطرق. فكونوا رفقات، رفقوا أولادكم، كونوا أصدقاء لأولادكم. شكرا لك. ست نيهان،
أنا كمان بتشكرك ست وفاء والضيوف كمان بتشكركم، وأكيد الحلقة هاي مجالات النقاش فيها كتير كبيرة، يعني أكيد إحنا ما غطينا جزء بالمية من شو بنواجه مع أبنائنا وشو ممكن إحنا نفيد ونستفيد من الجميع. أتمنى يكون لنا حلقات أخرى إن شاء الله اللي نفيد ونستفيد في هاي الغربة من بعض إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية حبيبتي. الله يعافيك، شكرا كثير لكم متابعينا الكرام. هاي كانت حلقتنا لليوم، بتمنى بانه تكون نالت رضاكم، بتمنى بانكم تعملوا لها شير على الفيسبوك طبعا، وبتمنى كمان تتابعونا على الفيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك. ان شاء الله لقائي فيكم بيتجدد يوم الخميس القادم بموضوع جديد وضيوف جداد. لكم مني اطيب التمنيات، تصبحوا على الف خير.